محاربة الأفكار الهدامة لا يقضى عليها إلا بسلاح الوعي قبل أن تفكك المجتمع الواحد، وهي مسؤولية تقع على عاتق هؤلاء العلماء والخطباء والأئمة والدعاة الذين عقدوا لقاء موسعا هنا بمدينة الغيضة ليؤكدوا رفضهم التام لتلك الأفكار التي تنتهجها ميليشيات الحوثي الإرهابية الساعية لترسيخ مشروعها تحت مظلة تلك الأفكار الزائفة. نبذ الملشنة ونبذ جماعة الحوثي بأفكارها وبأعمالها، وكذلك الدعوة إلى توحيد الصف وجمع الكلمة ونبذ التفرق والتمزق، ودعا المجتمعون كذلك إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. هذه المخرجات التي جاءت على لسان العلماء والخطباء والدعاة ينبغي أن تؤخذ بجدية لأهمية الصوت الذي يصدر من هؤلاء العلماء والخطباء. الوقوف ضد ميليشيات الحوثي وفكره الإرهابي، وأيضا الوقوف في صف الدولة وضد الملشنة في أي مكان أو أي مدينة من مدن الجمهورية اليمنية. بالإضافة إلى ذلك يعني أكدوا على في منتقى الأوقاف أكدنا على غلاء المعيشة التي يمر بها المواطن، وطالبنا الدولة بتذليل الصعوبات وترخيص الأسعار وغيرها. اجتماع العلماء لم يقتصر على ذلك، بل شدد أيضا على الحفاظ على السلم المجتمعي بالمحافظة، مطالبين الحكومة بتحقيق المشاركة العادلة لأبناء المهرة في أي لقاء أو مشاورات داخلية أو خارجية أسوة ببقية المحافظات المحررة. يطالب العلماء والخطباء والأئمة والدعاة بمحافظة المهرة الرئيس والحكومة بتحقيق المشاركة العادلة لأبناء المهرة في أي استحقاقات أو لقاءات أو مشاورات قادمة داخليا كانت أو خارجيا أسوة ببقية المحافظات المحررة. خامسا وأخيرا، يطالب العلماء والخطباء والأئمة والدعاة بمحافظة المهرة بتحسين الحياة المعيشة للمواطن. نأي بالمحافظة عن الصراعات وعن الملشنة، والنأي بالمحافظة كذلك أو التذكير بالنعمة التي تعيش بها المحافظة، نعمة الأمان والاستقرار، وأيضا نبذ الأفكار الدخيلة التي يعني يروج لها من خلال وسائل الاتصال في هوية الأمة وعقيدتها، هوية التي تأتي عبر الحوثي وغير ذلك والفرق الشيعية. تحسين الحياة المعيشية وتعزيز العملة المحلية في ظل التسوية القادمة لم يغيب عن دائرة الحديث في هذا اللقاء، آملين من الحكومة بأن تقوم بواجبها للتخفيف من معاناة الشعب في مختلف الأصعدة. أحمد الحرازي لقناة سهيل، محافظة المهرة.